بونسوار، أنا تاتيانا هبقى معاكم ببرنامج نفسنا. بصراحة أنا بحب برنامج نفسنا جدا، وأجمل حاجة فيه الثلاث مذيعات اللي موجودين جوه، اللي هما انتصار وبدرية وهايدي نفسينات. فجايين نفسنا على بعض النهاردة، لابد من النفسنا، بس يعني لازم ناخد بالنا منها، لأنه بتفتح علبة الغرامات بيبقى فيها حاجات كتير مش كويسة لينا. قعدة الستات دايما فيها نمو، أنا مش عارفة ليه، مش عارفة ليه الستات بنموا على بعض. يعني عادة الرجالة بنموا لما الموضوع يهمهم، مش الست بتنم على أي حاجة، مش عارفة ليه دايما واخدة الحاجات على قلبها. ده فضا، أنا بحسه ده فضا. جاهزة لنفسنا، جاهزة لك يا انتصار وبدرية هايدي.